والله يا نهار اسود. بتهبل يا ابني انت؟ انت مجنون؟ انا اللي مجنون برضه. انت هو انت؟ أنا غلطانة. أنا آسفة. أنا ما وصلتش أصلا، أنا عارفة كمان، وأنا كمان مفيش حد بيعمل كده في الشارع. أنا كنت ماسكة بس التليفون. تعالي بيصلح العربية. طب أنت تعالى يعني اطلع، أنا ممكن أوصلك لو هاجس. أنا ممكن أستنى معاكي لغاية ما أستعلي. اتفضل. عيني. طيب اللوك اصل عشان الساعات ما يبقى في ناس في تكفيني العربيه. انا انت لا هو انا مش قصيره، هي بس الميني كوبر هي شكلها بس من جوه يعني بتبقى كويسه. لا لا انا عارف. فبس فهو بقى كان بيعمل العجله وانا وقفت في الشارع وانا الغلطان طبعا. لا عشان انا كمان اتخضيت، انا كان التليفون قلت لك كان معايا وما عرفتش هو بقى التليفون وما كنتش خير. الحمد لله الحمد لله. انما انت قلت للراجل النهارده ايه خليته يمشي؟ انا المفروض ان انا اقول لك على سر المهنه كده من الاول على طول. بس انا اتخضيت منه شويه بصراحه، حسيت ان هو مجنون، حسيت مش طبيعي يعني. لا 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 مش مجنون خالص، ده راجل غلبان جدا يعني. بس انا اتفاجئت بقى بحاجه من اول ما جيت من السفر، اصل انا بقى لي 10 سنين بره. اتفاجئت بكميه شحاتين وغلابه ومجانين في الشارع غير طبيعي. 10 سنين ما جيتش مصر خالص؟ خالص، وما كنتش ناوي اجي كمان. ايه ده بجد؟ وانت طب رجعت ليه؟ عندي شغل في مصر فقلت ارجع اخلص شغلي واسافر تاني. يعني الحقيقه ان انا ما عنديش صحاب في مصر خالص تخيلي. يعني هو يمكن كريم وكمالي عشان مراته يعني. بس يعني ما ينفعش واحد يبقى عنده واحد صاحبه بس يعني اعتقد. كريم. طب احنا ينفع نبقى اصحاب؟ لا لا الاحراج ده. طيب لا 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 انت رايح فين؟ لا انا مش عايزه كده يعني. اقصد لا يعني لا كصداقه يعني. يعني كصداقه كده زي كريم. طيب انا بقى اديك البيزنس كارد بتاعي. البيزنس كارد فيه مش معايا. طب بص انا ممكن ارن لك عشان بس مش حافظ النمره المصري. انا اصل لما كنت العربيه كده وكان عشان التشارج ما كانش فيه. طيب تشارج في التليفون بتاعي. طيب عندي حل حلو جدا. مش عارفه في مناديل هنا ممكن اكتب لك رقمي عليها. كلميني لما ينفع تكلميني او مش لما ينفع تكلميني. انت تكلميني في اي وقت يا ريت. تكلميني في اي وقت مش ممكن. او انت هتكلميني في اي وقت. طيب واضح ان علي خلص بسرعه فهضطر انزل بقى. يلا مش عايز حاجه؟ لا ثانك يو. طيب باي باي. باي. في الليلة دي معرفتش أنام كويس.